هي انطلاقاتنا مستمرة على أرضية هذا الميدان في هذا الصباح المميز الجميل وانطلاقة شوطنا هنا الثاني عشر آخر أشواطنا هنا المفتوحة. ومن بعد هذا الشوط سوف ننطلق إلى أشواط الإنتاجي والمنتجين. نسير معكم مع الثنايا القعدان المهجنات الأصايل بشعارات أبناء القبائل ونتابع هذه المسيرة ونفتتح الصدارة والمقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط والمنطلق على الصدارة وعلى المقدمة والمركز الأول مولع. من يأتينا على صدارة لأحمد بن عبد الله بن ركاظ العامري، من يأتي هناك من الجانب الثاني بينما متباهي لمسري بن حمد بن مسري بالعرط الحميري على المركز الثاني وعلى المركز الثالث. المركز الثالث ويأتينا هنا الحليان خميس بن عبيد بن سالم الراشدي القادم، كذلك النادر عبيد بن ناصر بن سالم من سحمي الهاجري يأتينا رابعا، وعلى المركز الخامس مغذي لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان لجتبي، وعلى المركز السادس يأتي مدرك كاسب بن سالم بن كاسب المسافري. من يقدم لنا هنا مدرك على المركز السادس، وعلى المركز السابع القادم البحر هنا لحمد بن راشد بن حمد بن غدير لجتبي، بين معقاب هناك لعتيق بن عبيد بن حارب الرميثي. من يأتينا هنا وعبد الله مقدم لنا هذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة الوصول هنا، والقادم الباهي مبارك بن سعيد بالكلة العامري. من يأتينا تاسعا وعلى المركز العاشر والقادم بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات المستشار عيسى بن مبارك بن عيسى بن سعيد المنصوري، من يقدم على المركز العاشر. هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى المنطلقة بأول نداء في مجريات وأشواط هذا الصباح المميز الجميل. نعود مشاهدينا الكرام إلى صدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا والانطلاق والتحدي الرائع الجميل هنا مع الصدارة مع المقدمة ومع المركز الأول والصدارة هنا متباهي. من انطلق إلى صدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول لمسري بن حمد بن مسري بن سالم بن عرطي الحميري، من يأتينا هنا بهذه الانطلاقة على المركز هنا الأول والصدارة، بينما يأتي الحليان خميس بن عبيد بن سالم الراشدي يأتينا ثانيا ومولع على المركز الثالث لأحمد بن عبد الله بن ركاظ العامري، بينما هنا من يأتي على المركز الرابع النادر عبيد بن ناصر بن سالم بن سحمي الهاجري، من يتواجد على المركز الرابع خامس مراكزنا مغذي لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان لجتبي، من يقدم على المركز الخامس وسادس مراكزنا المنطلق بهذه اللحظات والقادم الباهي مبارك بن سعيد بالكيلة العامري، من يقدم هنا بهذه الانطلاقة على سادس مراكزنا، بينما المركز السابع القادم مدرك كاسب بن سالم بن كاسب المسافري، من يقدم لنا مدرك على سابع المراكز. والمركز الثامن يأتينا هنا بهذه الانطلاقة البحر القادم لحمد بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي، من يقدم لنا البحر للانطلاقة الجميلة، وهناك عقاب لعتيق بن عبيد بن حارث بن رميثي أيضا متواجد بهذه الانطلاقة الجميلة على المركز التاسع وعاشر مراكزنا، والمنطلق على المركز العاشر في هذه اللحظات هنا، والقادم بهذه الانطلاقة الجميلة هنا والتحديات
هناك من ايضا القادم المستشار عيسى بن مبارك، بن عيسى بن سعيد المنصوري على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الاولى. لنا عودة الى صدارة، الى المقدمة والى المركز الاول وصدارة هذا الشوط. الصدارة والتغيير مع الحليان، من غير على صدارة على المقدمة. خميس بن عبيد بن سالم الراشدي من ينطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني هناك مولع من الجانب الثاني، مولع المنطلق لأحمد بن عبد الله بن ركاض العامري من يأتينا على ثانية المراكز. والمركز الثالث، المركز الثالث والمنطلق هنا بهذه الانطلاقة الجميلة وتحديات النادر، عبيد بن ناصر بن سالم بن سحمي الهاجري هنا، ومن الجانب الآخر هناك بدأ يتسلل مغذي يتسلل من الجانب الآخر. هذه لحظات لسعادة محمد بن سلطان بن مرهان الجتبي، والقادم هنا يأتي الباهي مبارك بن سعيد بالكيلة العامري من يقدمه. هذه الانطلاقة سادس مراكزنا، يأتي متباهي لمسري بن حمد بن مسري بن عرطي الحميري من يأتينا سادسا. هذه هي الأسماء القادمة، هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. أرى الوصول هناك من المختبر القادم لسالم بن نغمال بن سالم المدهوشي، قادم أيضا مع المختبر أول نداء. هنا يتسلل بهذه الانطلاقة، هنا بهذا الانطلاق الجميل والتحدي. الوصول كذلك والقادم بهذه الانطلاقة هنا، والأسماء المندفعة. ولكن أعود إلى صدارة، أعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط هنا بهذه الانطلاقة. هو مولع مولع مولع، من غير على صدارة على المقدمة مع الكيلومتر الأخير، مولع على صدارة على المقدمة منطلقا لأحمد بن عبد الله بن ركاض العامري من يأتي على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول مندفعا بصدارة هذا الشوط. هنا الباهي القادم بارك بن سعيد بالكيلة العامري، وهناك مغذي من يتسلل من الجانب الآخر. هنا في هذه اللحظات لسعودة محمد بن سلطان بن مرهان اللي يكتبي، ويأتينا هنا النادر عبيد بن ناصر بن سالم بن سحمي الهوجري، ولكن الباهي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. مبارك بن سعيد بالكيلة العامري منطلقا على صدارة على المقدمة، مغذي في المركز الثاني، مغذي على ثانية المراكز لسعادة محمد بن سلطان بن مرهان اللي اجتبي الله. والقادم هنا بأول نداء ملهم لعامر بن محمد بن زايد المنصوري، القادم مع ملهم. الله الله، التحديات الأخيرة، أول نداء لملهم وابن الطوري، مغذي يتسلل الباهي وملهم. الله الله، اللحظات الأخيرة، مغذي مغذي مغذي، يبغي النقطة الثالثة في صباح هذا اليوم هنا مع هذا الانطلاق الجميل ومع هذا الشعار. هنا شعار صعب المضمرين، تهانينا سلام برغم سلام، تهانينا لسعادة محمد بن سلطان بن مرهان لاكتبي. شكرا هي الغفيري على هذا الأداء. المركز الثاني ملهم لعمر بن محمد بن زايد المنصوري، ويأتينا الباهي بارك بن سعيد بالكيلة العامري، بينما النادر رابعا عبيد بن ناصر بن سالم السحمي الهاجري. والمركز الخامس وسلام إيهاب خليفة بن محمد بن زهرة لخيل من حل على المركز الخامس. هذه هي النتيجة لمراكزنا الخمسة الأولى، دعناها على حضراتكم. نعود إلى التوقيت الزمني، 9:42 سبعا من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني. لم غذي تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز لسعادة محمد بن سلطان بن مرهان لاكتبي، بينما من وصل على المركز الثاني وصل هنا ملهم لعامر بن محمد بن زايد المنصوري ب9:44
من الثانية، أربعة من الأجزاء من الثانية. أما المركز الثالث فكان من نصيب الباهي المبارك بن محمد، مبارك بن سعيد بالكيله العامري من حل هنا بتسع دقائق 44 ثانية، أربعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا لجميع الفائزين. أشواطنا هنا أيضا تتواصل مع الزملاء.